يواصل مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلساته التمهيدية لاختيار الشخصيات التي ستشارك في الجلسات النقاشية استعدادا لانطلاق الجلسات بشكل رسمي. للمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، هل تم التوافق على أسماء بعينها لإدارة هذه الجلسات النقاشية؟ تحياتي لكما سحر ورهام، وتحياتي لكل متابعينا من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تستمر أعمال الجلسة 13 لمجلس أمناء الحوار الوطني، والتي تناقش العديد من الملفات، منها أعمال جلسات اللجان الخاصة بالمحورين الاجتماعي والاقتصادي، وأيضا أسماء الشخصيات المرشحة في الحوار الوطني خاصة في الجلسات الرسمية. وأيضا خلال هذه الجلسات الإجرائية الأخيرة تمهيدا لانطلاق فعاليات الجلسات الرسمية للحوار الوطني، هناك العديد من الملفات. كانت في البداية التأكيد على الإشادة بأعمال قمة المناخ وضرورة العمل عليها وعلى جميع التوصيات والمقترحات التي خرجت بها هذه القمة، أيضا تأكيد على ترتيب الأولويات الخاصة بالمواطن. في هذه اللجان يتم ترتيب الأولويات الخاصة بالموضوعات، سواء المحور الاجتماعي والاقتصادي وما انتهى منه خلال الجلسات السابقة في المحور السياسي. هذه الجلسات التي نقش خلالها اختيار أيضا المقررين والمقررين المساعدين وغيرهم تمهيدا لانطلاق الجلسات الرسمية. وأيضا خلال جلسة اليوم تم طرح العديد من الشخصيات والأسماء، لكن الجلسات بشكل نهائي لم تنتهي بعد، مستمرة حتى الآن في اجتماعات مستمرة لانطلاق الحوار بشكل رسمي بعد انتهاء هذه الجلسات الإجرائية. عودة إليكم مرة أخرى. نعم، مراسل التلفزيون المصري رامي محمد كنت معنا عبر الهواء، شكرا جزيلا لك.